أريد أنصحك يا خوي نفسي بالنصح أولى، دع عنك كل الشرك ووحد للأحد أولى. وإياك سؤال الخالق واسأل خالقك أولى. اتبع حديث النبي ودع ما يقول الناس، وانظر عيوبك واكتفي واترك عيوب الناس. الجنة لها أهلها وجهنم وقودها الناس. توب من ذنوبك بالعجل واطلب رحمة ربك أولى أولى. توب من ذنوبك بالعجل واطلب رحمة ربك أولى أولى.